يا مساء الفل، تعالوا نعمل كسرولة البشاميل الخطيرة دي. وصفة حلوة جدا وسهلة، مكوناتها بسيطة، هتعمليها وبالهنا والشفا. أول حاجة في 3 معالق كبار كده من الزيت هنشوح كيس من لسان العصفور، ونفضل نقلب فيه منسيبوش أبدا عشان ياخد لون حلو، وهنفرفت عليه كده مكعب مرق ماجي، هيعمله طبعا طعم حلو قوي. وهنستمر في التقليب لغاية ما ياخد لون ذهبي ظريف كده اهو. مية سخنة ونغطي يدوب لسان العصفور بالظبط، مع معلقة ملح وفلفل. أول ما يتشرب هنغطيه ونسيبه على نار هادية لمدة ربع ساعة. في طاسة تانية مكعب زبدة ومعلقتين من الزيت، ومعايا أوراك من الفراخ متقطعة مكعبات صغيرة، الكمية اللي تحبيها. هفضل أشوحها لغاية ما تشرب ميتها خالص وتستوي. بصلاية بقى صغيرة ونقلب، ومعايا شوية بسلة وجزر حطيتهم عليه. تقدروا طبعا تحطوا أي نوع خضار تاني، ممكن مشروم، ممكن فلفل ألوان، بطاطس متقطعة مكعبات صغيرة قوي، براحتكم. ورشيت عليها ملح وفلفل. لسان العصفور استوى، حطيت عليه بقى الفراخ بالبسلة والجزر وقلبتهم بقى. مش قادرة أقول لكم الريحة خطيرة. تعالوا نعمل بقى أسرع صوص بشاميل من ماجي. بشاميل بطعم الجبنة خطير. حطيت لتر من اللبن الحليب البارد او بدرجة حرارة الجو، وفضيت كيس واحد بس من البشاميل بطعم الجبنة من ماجي. ولا هتحتاجي سمنة ولا زبدة ولا دقيق ولا اي حاجة، هو اللبن ومعاه كيس من البشاميل من ماجي. سريع، طعمه خطير، حتى مش هحتاج احط ملح وفلفل، وطعم الجبنة فيه واضح جدا وتحفة. بص سمك البشاميل خطير. لو حبيتي تخففيه شوية ممكن تزودي نص كوباية لبن كمان لو تحبي. صينية فرن بقى، دهنتها دهنة زيت وحطيت كبشتين كده من البشاميل، وبعدين رحت حاطة لسان العصفور بالفراخ والبسلة والجزر، وغطيتهم كلهم بصوص البشاميل من ماجي. بص سمكه تحفة. لما تجربوه هتشوفوا قد ايه هو خطير، وطعمه يعني منه فيه طعم الجبنة فيه واضح جدا وتحفة. حطيت على الوش بقى شوية جبنة موتزاريلا، وفرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. مش هنفتح الشواية غير في الآخر خالص عشان ياخد وش خفيف. الصينية دي أخدت في الفرن تقريبا 25 دقيقة وبس. خطيرة، ريحتها تجنن، وحشوة لسان العصفور مع الفراخ والبسلة والجزر خطيرة، وصوص البشاميل طبعا بطعم الجبنة اللي فيه مخليها في حتة تانية. جربوا وبالهنا والشفا.